حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها صابرة في كل حالي ما تبالي بحزنها ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها ساكنة في وسط دمي وزال غمي جمعيتنا جيبة دايما لا يشريو لي دواء الحبايب ولا يوقفوا معايا والله يوقف معاهم والله يسر الامور ديالهم والله يسد الخطوات ديالهم والله يعلي الدرجات ديالهم امين والله يفتح عليهم بيبان الخير كما كانوا شي هو هما الحبايب هما اللي عملوا المقطع ديالهم من الله من آخرة والله يوقف معاهم والله يسر لهم الامور والله ينقي لهم الشوك من الطريق والله يطلعهم كيف ما طلعت الشمس والقمر باذن الله السميع العليم امين يا ربي العالمين الحاج الحبيب انا راه انتي تلاقيتيني وحكيت لك وعرفتك ودابا انتي صيفطتي العيال ديالك جاو عندي وشافوا اللي كاين الحاج انا ما عندي لا نصب ما عنديش الجهد ما عنديش الصحه انا لا نعيش على الرياضه المي ما عنديش الجهد ديال الخدمه ولا الجهد شي حاجه والمحسن اللي كان ما كانش شي محسنين كان انا كلاو ندود انا ولادي هاتيني كتشوف با اخا نورد ها فوري انا كاينه والو ما عندها لا ماكله لا شي حاجه كيف ما كتقول لك الدار الدار بوريه شريها لها شي واحد وعد بوحده ما مخلص لها شي واحد لا دواء لا والو انا لاقي جوج دكتوره واحده اكثر من واحده حيده ما عندها شي صفر وش هاد الولاد الصغارين راه عندها شي عندها جوج جوج بنيزات شوف الكاتري شحال زايده على الكاتري باش ملاقياهم وهادشي اللي كاين ما عندهاش تفروش يعني تفروش باش ينزل ولا البنيتات وقفي معاهم شحال عندك دبنات الحجه جوج دبنيتات والعائله السيد هو اي قالت لك علاش راه ديال الراجل محسن انا عودت لك اللي فاهم ولا قام لي العيال جوج البنيتات وانا اللهم لك الحمد قدرها هي كما قلت عليها مسخه بقى مسخه هذه ما كان عندي ما كان ما خليش الدار ديالي هيدا مسخه قلت عليها مسخه بقى قدرها هي كاينه اللهم لك الحمد ولكن انا وضعوا عليا 2000 درهم امي اي والله ترى الوراق اليوم غدا يجي يدي لي المكان ما عنديش شي تقورات تقورات عليا كيف شحال قيانا بايا شحال خلص انا وضعوا ما نقدر ما علي ما نقدر نخدم كيف يجمع من الغمزة الموتى دابا تقوضت عليا ديري ما زاويت فيه وانا ما عندي ما بقاش اليوم ونجبرو كيفاش عنك اللهم لك الحمد الحمد لله دابا انا نطلب الله وطلبكم انتم وقفوا معايا انا هذا يغلب عليا المهضة والكرامة لا خلصو شي والقدر ديالي بالحق المودة وما عنديش كيف نقري باش نخلصو راه ما بغيتكم الله ومشي تشوفو طالعة ب4000 دريال أو بو نكمل في مالها ما عنديش باش نخلص اللهم لك الحمد هادشي الله يوقف معاك الحاج الله يرحم الوالدين والله يخلي لك الحاجة والله يرحم لك لم أدري ما